يحدث انه في قتال شوارع، ممكن انت مثلا لا في وجهك تتكلم مع شخص بيجيك واحد يمسكك من الخلف، او انت شعرت انه واحد بيقترب عليك وشعرت بالخطر، كيف تتصرف؟ تابعونا عشان لايك وانشر الفيديو للاصدقاء. ولم يثن عزمك عجز الثقى، وصار شعارك ربي رضا. السلام عليكم. السلام عليكم. في قتال شوارع ممكن اكون مثلا واقف بهذا الشكل، مثلا واحد اجاني من الخلف مثلا بكرهني بده يضربني الى اخره، طيب، او ممكن مثلا صارت معي بيني وبين شخص مثلا بدايه مشكله فانا انسحبت، فهو اعتبرها ضعف واجى بده يضربني. اي جاء من ورا انا جري. تمام ماشي. كيف اتصرف في هاي الموقف؟ حنعطيك ثلاث اشكال. اول شيء، شوف انت لما بتبعد عن شخص او مثلا انهيت مشكله معه، حاول ما يغيب عن نظرك او عن ذهنك. يعني مثلا انا رايح بروح مثلا بهذا الشكل انا شايفه مثلا، اوكي، يعني انا رايح لهناك بس انا شايفه، صار كان طريقي من هون هو خلفي، لازم تكون يعني شعورك وحسك معه، اوكي. وبنفس الوقت طبعا انت بتكون محدد صار مثلا قرب ولا لا، مسافته قريبه ولا كيف. اول حركه، لو مثلا اجاني من الخلف مثلا اجى مثلا حط ايده على كتفي، مثلا حط ايده على كتفي، شوف انا لسه بمشي مجرد واحد، شوف حركه واحده حسويها. طبعا هنستخدم الواقع عشان بس الحركه مؤذيه. شوف واحد من هون، شوف حط لمس، واحد اثنين، تمام، من هون مره ثانيه، واحد اثنين، ضرب واحد، هاي واحد ضربه قويه كثير، ضرب واحد حتنزله في الارض. طيب الضربه هاي من وين بتجيبها؟ بتجيبها من هون، شوف من ظهر اليد، من هون واحد. طيب الضربة أنا وين بجيبها؟ ممكن أجيبها على جنب الوجه اللي من هون جنب الفك، أو بجيبها على الرقبة، أو حتى ممكن تيجي تحت من هون. طيب لو واحد سألني مثلا بقول لك طب لو أجت على كتفه، لو أجت على كتفه برضه راح تكون مؤذية جدا الضربة، تمام. يعني واحد مثلا حتكون لو أعاقته ألمته بدايتها راح تقدر تكمل عليه. تمام. الان الحركه اللي ما بدي اسويها، انا بستخدم الخصر، الدوران مهم كثير. واحد قوتي تتولد من الدوران، واحد بعدين بتجيب الحركه، وصل. شوف واحد كوعي فوق، شوف بكون مدافع عن وجهي واضرب الضربه، تمام. حلو، هاي بالنسبه للحركه الاولى. طيب الحركه الثانيه، الان مثلا انا ماشي بطريقي، اجاني واحد سمعت صوت الجري، تمام، واحد بجري خلفي، شوف انا ممكن استخدم قوته ضده. انا رايح، شوف هجم ضربت، شوف ماشي سحبت رجلي ضربه. طيب الضربه هاي لو انا رفعت رجلي بس رفعه بسيطه مع قوه اندفاعه، بوف هو اللي ولد القوه ضده، وصل. يعني راح يوكل الضربه راح يسقط على ظهره. طيب انا لو في حال مثلا كان قريب مني، مثلا ماسكني مثلا احط ايدك مثلا على كتفي كابتن، مثلا على سبيل المثال بس حرفع رجلي من هون، واحد شوف، واحد واحد اثنين، ضربت كوعي كملت عليه، تمام. اول ما اضرب على اسفل الحزام تحت، تمام، او على البطن مباشره، الشخص المقابل راح ينحني لقدام، راح ينكسر لقدام، انكساره هذا واحد انكسر، شوف كل هاي المنطقه مكشوفه، واحد بكوعي ضربه بكون انهيت، او حتى لو كملت كمان برجلي للاعلى مثلا ضرب تحت بوف فوق، راح يكون انهيت خصمي. طيب كمان حركه، الحركه الاخيره منها، الحركه الاخيره تنفع لو مثلا شخص مثلا حط ايديه ثنتين، حط ايد واحده انا مش عارف هو حاط اليمين ولا اليسار، كلهن حيكونوا تحت الحركة هاي، يعني احتمال بتشمل ثلاث احتمالات. مثلا ماسكني بهذا الشكل مثلا، سواء بيدين مثلا او ايد واحدة اي شيء، شوف ماسكني مثلا من هون لسه بدي اضرب، شوف دوران، واحد واحد شوف اثنين كبتها كمان مرة، واحد اثنين، الان مرة ثانية، واحد اثنين. ضربة انا بجيبها من هون، اوكي، ممكن اجيبها قبضة وقبضة اقوى، واحد اوب ضربت الضربة هاي، شوف من هون بجيبها على الرقبة تيجي هون. خلينا على الحركة الأولى من هون، واحد شوف دخول، اثنين مسكت، شوف خلينا هيك كابتن، بس أيوة مساكني، واحد ضربت، اثنين عملت حلقة، ثلاث خصري اوب رميت، نزلت بركبتي فوقه ضربت كوعي إلى آخره. طيب مثلا
ما بدي ارميه بهذا بهي الطريقه. مثلا مسكني شوف لفيت واحد شو بدي بس دفعته خلاص هون انا صرت وجه بوجه معه بقدر اتصرف سواء اكمل طريقي او استكمل عليه في ضربه اي الى اخره. اهم شغله انت المفتاح الاول يعني رجعت خصمي مقابلي ضربت الضربه الاولى الضربه الثانيه والثالثه والرابعه انت ممكن تستكملها حسب الموقف اللي قدامك. عرفنا كيف؟ اللايك والشير وادعموا القناه وصلوا على الحبيب يا ترى